عاشور. كيف أصبح الأهلي كل حياته؟ وكيف يرى مشواره الطويل في وسط الملعب؟ مستقبله مع كرة القدم كيف يراه؟ ما هي رؤيته لصفقات الأهلي الجديدة في نفس مركزه؟ حظه مع المنتخب لماذا كان قليلا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها حسام عاشور مع عمر ربيع ياسين في برنامج سهرة مع السبت 11 مساء على قناة الأهلي.